السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunohematology Made Easy، ونكمل كلامنا النهاردة في المحاضرة 10 من السلسلة، واللي بعنوان Introduction to Donation Testing and TTIs. وتكلمنا المقطع اللي فات عن الانتيبادي ديتكشن، الانتيبادي سكرينينج لعينة المتبرع، وقلنا ان ده من الحاجات اللي لازم تتعمل لعينة المتبرع. مع مين؟ مع الاي بي او والار اتش، البلد جروبينج. طيب، في حاجات بقى تانية مش بتتعمل بشكل روتيني على كل عينات المتبرعين، ولكن احنا بنعملها لظروف معينة أو لأسباب معينة. طيب، الحاجات دي زي إيه؟ في حاجة عندنا اسمها ABO Antibody Titer، دلوقتي إيه الأنتيبوديز اللي موجودة في الـ ABO Blood Group System؟ ها؟ تمام، الـ Anti-A والـ Anti-B والـ Anti-EB. طيب، احنا مثلا لو حبينا ننقل مكون من مكونات الدم، فصيلة مختلفة يعني، مثلا لو حد حابب ينقل دم كامل O لشخص فصيلته A، الدم الكامل ده هيكون فيه بلازما O، صح كده؟ والبلازما دي هيكون فيها Anti-A و Anti-B و Anti-EB. طيب، ما هو الـ Anti-A والـ Anti-EB اللي موجودين دول في البلازما لما هيتنقلوا للمريض اللي فصلته ايه، طبعا ده هيسبب له مشكلة. انت حضرتك كده مدخل الانتي بادي على انتيجينز موجودة في الجسم. طب نعمل ايه؟ ممكن ساعتها نعمل الاختبار اللي هو حاجة اسمها انتي بادي تايتريشن، اللي بيه بنقدر نحاول نحدد التايتر للانتي بادي، بمعنى الليفل او الكونسنتريشن للانتي بادي ده. فاحنا كده عايزين نعرف مثلا الانتي اي تايتر والانتي بي تايتر، عشان نشوف هل التايتر ده للانتي بادي ده ممكن يكون ليه مشاكل معينه للمريض لو اتنقل له، بمعنى انه يكون الانتي بادي ده هيمولايزن، بمعنى انه انتي بادي يقدر يسبب هيموليسيز للار بي سيز اللي موجوده، او انه يكون هاي تايتر، ان التايتر بتاعه عالي. يبقى كده لو التايتر بتاعه قليل بس هو هيموليزن الانتي بادي ده يعني، فدي مشكله، ولو التايتر بتاعه عالي فدي برضه مشكله. في الحالتين مش هينفع بقى المكون ده ان هو يتنقل للمريض. فالموضوع ده مهم في النقطة دي. وصلت كده؟ طيب، نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.